السلام عليكم أزول. إذا تتم الحالة الثالثة، دابا هذه الحالة الرابعة من درس الجزء الجديد في البرنامج التعليمي في ستوديو 1. إذا تتم، كنا خليناها هنا في الحالة الثالثة، دابا هذه الحالة الرابعة، خليناها درنا واحد غوم غيفيرب على الجيتار الأولى. إذا نسمعوا لها، بحال اللي كتسمعوا خليوها هكذا. اذا نجيو نسمعوا كل شيء، هذا الشيء اذا دابا نجيو نعطيو واحد كومبريسور على لا بيست ريفيرب، يعني حين درت ريفيرب على لا جيتار الاولى هنايا عطالي واحد بيست تاع ريفيرب. اذا نعطيو له واحد كومبريسور عادي تاع بريسيونوس. فوالا، اذا نطلقو نسمعو هنايا. هنايا نعطي له في تريشيلد نعطي له ناقص 22. نعطيلو ناقص 22 هنايا، نوقف. هنايا غاسيو غنخليه ناقص 6. هذا اتاك نعطيلو هنايا، نديرو بكلافي، نديرو 3. زيد هنايا في غوليز، سا ديبون كل واحد كيف كيدير. نعطيلو 12 السلام. هذا نخليه هكذا كني، نخليه هكذا، ولا الاخرين نخليهم هكذا. هنايا انبوت كاع الدخله تاع الكاع نقص واحد جوج ولا اربعه تاع ناقص 4 دي بي. اذا هنايا تريشولد درت له ناقص 22 دي بي. اذا نسمعوا، ها هو دار لي كومبريسور هنايا. اوكي، دابا نحيدوه نجيو عند الدغامس هنايا. لا بيس لي درت للدغامس لهاد الثلاثه هادو تاع لا باتري، يعني كيك وسنير وريم. نعطيو له هنايا ان كومبريسور تاع تريكون، نعطيو له ان بروسوري اخر. اذا نجي هنايا عليه على دغم ونفتش عليه، كتشوفو هنايا ان سيغوات زائد، كنكليكيو عليه يعطينا هنايا، ونكتبو الاسم تاع تاع كومبريسور ولا شي حاجة عند بلوغين. المهم فوالا، ها هو بحال اللي كتشوفوا، هذا تاع بريسيونوس. فبريسيونوس بحال قلت لكم حين شريت لا كارت سون عطاو لي مجانا مع هذا ايماو تاع ستوديو 1 جوج في تلك الوقت، ومن بعد عطاو لي 3 و 4، ومن بعد دوزت على 5 بروفيسيونيل. ولكن هما في الاول كيعطيوك، الا حين كتشري لا كارت سون كيعطيوك ستوديو ارتيست ماشي بروفيسيونيل. من بعد كطلع 3 ارتيست، 3 4، دابا من 4 الفوق الى اخره. فهو هذا. اذا هنايا نسمعوا عاوتاني،
شويه هذا مع الفيزيون، نديروهم غير نديروهم غيرهم، نسمع لهم غيرهم وصافي. هلا نزيدو شويه الكاناي بحال ما كنسمعو لهم شي بزاف. هنايا لو دارهم موية بدو نيشان، هنايا ساتوراسيون شوية، نطلع هذا شوية، شوية من الكان، شوف بزاف، إذا نجيو نسمعو كاملين. هل كتشوفو هنايا هذا نقصلو شوية هاد السنير هذا، فوالا من بعد نجي نقص ليهم، لحقاش هنايا كنشوف بلي لا كيتار اكوستيك. اذا كنوقف حين كتشوفوا ما كنديرش هكذا هنايا باش نوقف، اذا كنستعمل لا سيرفاس دو كونترول تاعي هنايا على اليسار ديالي وعلى تكشي. اذا هي عندي هنايا بحال اللي كتشوفوا هنايا، هي اذا كنستعمل سيرفاس دو كونترول هي باش كنوقف وكنديرها مارش الى اخره. بحال اللي كتشوفوا اذا غنجيو عند لا غيتار اكوستيك لحقاش ما كنسمعو لا شي والو كاع. اذا غنجيو نجيبو لا واحد جوج تاع بينهما فين مشاو لي هادو، ممكن نكتبهم عليها حتى هي، ولكن هما هنايا دغيا ندير لها واحد كامل كراشر. هذا يجي مزيان على لا غيتار اكوستيك، يعطي له شويه التزويق هنايا. باش تشوفوا واحد، شوف ديروا له هذا، خلي على زيرو، نجيب واحد اخر، وهذا غيزيد لي شويه ف هاد بيكس سوب فلتر، ها هو هلا دابا نديرو كاملين نشوفو.
كنسمع ولا هذا ماي تاي شوي شويه دم يعني دابا غنمشيو نمشيو ناتيلو ماي تاي ناتيلو واحد الريفير ناتيلو ريفير بعد ماي تاي زين نجي هنا وندير يمكن كيعطيها لي دغيا دابا تعطل هاد الاغنيات نغم غير باب فوالا شوفو نديرو بواحد عاوتاني كاملين صافي ها صافي خليو هكذا خليوهم هكذا دابا نجيو نديرو شويه هنايا على نقصو شويه هنايا لي فوليوم هنايا تنسمعو كاملين نسمعو اليوم كاملين لا جيتار فوالا إذن هو هذا إذن دابا غنمشيو نديرو ليكسبورطاسيون إذن ليكسبورطاسيون هنايا في مورسو نديرو إكسبورتي لو ميكساج إذن اللي كتشوفو هاهو جالي إذن لومبلاسمون يعني هنايا في الأول فين غتسجل هاد الديسك هدا واش في ديسك سي ولا ديسك إكسترن إلى آخره عندكم لو شوا كما تختارو الاسم تاع النون فيشي الاسم تاع الطريف اللي درتو على الاغنيه بوبليكاسيون نو با بوبليي داروا هنا يعني لا كليكلينا عليها كنعطيك عطينا اونفوي ان نوسيون هاد نوسيون هذا واحد الشكل ديال تاع ستوديو 1 بحال لي نوت تاع لي ميلودي المسائل بحال بلوجين ولكن اكسترن ما كيكونش في هذيك لي ماو اذا هنايا عندنا تيليفيرسي سور بريزونوس سفير هاد السفير هذا واحد كدير واحد لابونمون خرجاتو سيتو ديوان كدير واحد لابونمون معاهم في الشهر ولا في العام واحد 14 شهور واقيلا في الشهر وما نعرفش شحال في العام واقيلا شي 140 الى اخره اورو كنهضر على اورو اذا هاد السفير هذا يعني سان ابونمون اللي كتاخذو ومثلا بغيتي مثلا كملتي الاغنيه ديالك ولا شي موسيقى ودرتي لها ماسترين وكل شيء وما تيقنشي منها كتسردها في هاد السفير هذا كتسردها لهذوك اللي عندهم كيديروا ماسترين اللي خدامين معاهم كيديروا لها ماسترين وكيردوها لك باطل بلا ما تخلص لحقاش درتي لابونمون هما خدامين معاهم اذا هما مخلصين بريسونيس ماشي اذا فهاد السفير هذا حين كدير لابونمون كيعطيو لك واحد العدد ديال لي بلوغين ولي انسترومون باطل اذا ومن بعد كندوزو على تيليفيرسي سور ساوند كلود هذا كيكون في الايماو تاع ستوديو 1 كتسجل فيه والى اخره وكتعطي لهم كترمي الاغنيه عندهم تماك وإلا بغيتي
يوزعوها على لي بلاتفورم بحال سبوتيفاي، ايتون، يوتيوب ميوزيك والاخرين. فهنايا عندنا فريكونس دي شونتيوناج، هنايا فورما فيشي ام بي 3 بحال اللي قلت لكم في واحد الفيديو، فريكونس دي شونتيوناج 44.1 دي بي 300، درتها على 320، علاش 320؟ هنايا مثلا عندك 64 128 192 256، اذا 192 مزيانه شويه، 64 و128 ما ديروهاش عليها، وانا اختاريت 320 نفهمكم علاش درتها على 320، لحقاش حين كتسالي كلشي ولا المسائل تاع لا باتري مثلا، هذاك التبصيل هذاك سميتو ايتات، فحين كتضرب فحين كتكمل كتسالي كدير ماستيغ وكلشي وكتخرج كتسمع الاغنيه، ومن بعد كتسمع انا وقعت لي وكتسمع حين كيضرب شن تسمع شوف 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 شوف، هذا على داك الشيء كنديرو 320 باش ما يكونش هذاك الشوف شوف. اذا غندوزو هنايا على فيشي، الا بغينا نديرو فيشي ويف، ففيشي ويف 16 بيت ولا 24 بيت كما بغيتو، فخليوها على 16، وهنايا فريكونس دي شونتيوناج عاود 44.1، اذا غنمشيو على MP3 نخليوها على MP3. نجيو هنايا اكسبورتي لا بلاج، يعني تسرد الموجه دون لا بوكل، هاد لا بوكل هاد الزرق اللي درت هنايا الفوق اونتر لي ماركور دو ديبي فان دو مورسو، ما درناها شي سا سيغ ريان، ما كاين شي اونتر لي ماركور تو لي ماركور، عاود ما محتاش entre les marqueurs sélectionnés début fin هاد لي ماركور لي سيليكسيوني، وهنايا ديبي فان يعني الانطلاق و لاريفي ولا الاخر. اذا هنايا عاوتاني دوغي هنايا 8 مينوت 8 سكوند فاصله شي حاجه، لي زوبسيون سورتي مان اوت يمكن ديرها على شي حاجه على لا سا ديبون لا سورتي اللي درتيها، ما حنا خليتها على مان اوت، عندي مان اوت خليتها على مان اوت. إذن هنايا باي باس دي زيفي ماستر، ماستر كتعرفوا بلي هاد لا بيس لي هنايا على اليمين دايما كتكون هنايا، حين كتسيب اول جزء ديالك الجديد كيجي لك هنايا هي الاولى، فهاد لا بيست ماستر هادي مثلا كنرميو عليها حتى هي لي بلوغين، فمثلا الا بغيتي ما يخدمو شي كدير باي باس هنايا، كدير كروشي عليها اوتيليزي لي تريتمون اون طون ريال، هاد لي طون ريال درت لها واحد الترجمه باللغه العربيه كما هي، فجيسبر المهم كنتمنى هو هذاك، يعني هاد اوتيليزي لي تريتمون اون طون ريال كيقول لك اذا تم استخدام اجهزه تاثيرات بين قوسين الأجهزة الخارجية في هاردوير، فمن الضروري التصدير في الوقت الفعلي أي الوقت الحقيقي، هو هذا لي في غيال، هو هذا. إذا إكريغ لو تيمبو دون لي فيشي أوديو، هذه قلتها لكم في واحد الفيديو، فهنا الفوق هنايا كيعطينا هنايا فين هاد ديبي فان تاع هاديك كيهود وكيعطي لك التيمبو، يعني لانترو refrain, couplet, pont, couplet et l'akhiré. Wahda emporté dans une piste, محتاج دير عليها تلقاها يعني تصرها على واحد لا بيست. Fermé après exportation, يعني حين كنديروا اوكي كيمشي هذا لا باج هذه. اذا هو كيدير الاكسبورتاسيون. هنا هو جا هلا كتسمعوا، نعاودوا له حقاش درتو صغير لا تكشي دغيا كيكمل كيسير، هنا هو هذا اذا اللي كتشوفوا
إذا شفنا جميع كيف نخترع الجزء الجديد ولا خاوي، كيف نسجلو ميدي بالمعاونة تاع كلافيي، كيف نستعملوها، كيف نستعملو لي بوكل، هذاك الطريف هنايا، هنايا هذاك الطريف الصغير ديال لا جيتار، ديال لا جيتار الكتريك اللي خديت ورميتو تماك في لا بيست جيتار واحد، وكيف نغيروهم، كيف نسجلو الاوديو، وكيف نديرو الميكساج الى اخره، كيف نكسبورتيو الاغنيه، كيف نكسبورتيو الاغنيه على حسب يعني الديسك. ومن هذا يمكن لك، يمكن لكم تخدموا وتخترعوا الموسيقى، يمكن الى بغيتوا ديروا الاغنيه مثلا من عندكم وتخترعوها من عندكم. وما تنسوش باللي باقي كاينين بزاف المسائل في هذا ايما، وهذا تاع المسائل في ستوديو وان اللي خصكم تعرفوه، ولا بغيتوا تعرفوا هالمسائل هادو فتابعونا في هاد الدروس تاع البرنامج التعليمي ستوديو وان. والسلام عليكم وازول.